مشرفين ومنورين دايما كابتن شريف وكابتن اسامه. والاثاره اللي بتحصل في كاس الامم الافريقيه الحقيقه بعيدا عن الناحيه الفنيه الحقيقه، يعني بتلاقي جون يطلع يمسك كره سهله تقع من ايده تخش، جون يغير منتخب زي غرايب وعجائب. الجزائر زي ما حضرتك قلت، انا كنت سامعك بتقول للشباب بره لو الجزائر خسرت هجيب لكم تورته. جبت التورته جايه الماتش الجاي؟ خش بايدي فيها حاجه. خش بايدك فيها حاجه. فيعني برضو اثاره. عايز اقول لك على حاجه، مهما تتخيل اسلوب اللعب او طريقه اللعب، النتائج حاجه تانية خالص طبعا. بالنسبه لكل الفرق، يعني فرقه النهارده بتلعب سيراليون، كوت ديفوار، استحاله تتعادل او استحاله مثلا. فرق الامكانيات بين الفرقتين كبير قوي. انت تتوفق في كورتين رحتهم، واحده من الجول وواحده اتلعبت بصراحه 10 على 10 الهدف الاولاني اللي جابه اللعيب شماله ما تتشافش يعني. وفي ظروف لفرقه لازم نتعلم، اذا كان على المستوى الدولي او المحلي او اي حاجه، اللي يجيب جون لازم يغطي الجون تاني. اذا انت متفوق عدديا وامكانيات وفرديات، كده بتربي على منتخب مصر على كل حاجه. وعلى على مصر كمان. ايوه على منتخب مصر لما بلعب. لا انا بتكلم على محلي، هو الاهلي بيلعب مثلا، بعد الاهلي يجيب جول والتاني خلص الحكايه. ادام انت الاقوى، ادام انت اللي عندك الامكانيات الاستحواذ، ادام انت اللي عندك الفرديات، وانت اللي مطالب منك ان تكون قدام جماهيرك صاحب الكلمه. ما ينفعش تجيب جول وتفضل لغايه الدقيقه 90 او الدقيقه 95 تتعرض للي تعرض فيه الجزائر النهارده، اللي تعرض فيه مصر مع نيجيريا، اللي تعرض فيه تونس، مصر مع غينيا كمان امبارح، وتونس اتعرض مع مصر امبارح لو الراجل الفار ده كوره امبارح. النهارده كمان برضو مباراه كوت ديفوار وسيراليون، دي مش ممكن. يعني برضو في الدقيقه كام والجون بيخطئ وبتاع، يعني الناس دي حاجه اوت اوف هاند، يعني بره ايدك خالص وبره الجهاز الفني. وبعدين بقى تخش مع اسامه ونرجع لكروش ونشوف العلاقه.